في الجميع وتفضلوا بقى خدوا مطرحنا. طب لا ما ناخدش مطرحك، اسألينا واحنا نجاوبك. المرة دي احنا هنسمع ونشوف زينا زي اي مشاهد قاعد في البيت. مش كل واحد وصنعته يا بنتي. الله دي صنعتك برضو يا ست مريم. لا يا مثلي دور مذيعة. امثل دور مذيعة. لو اسألي الاستاذ عدلي او اسألينا. مش نقول الاول سيداتي سادتي. تفضلي. سيداتي انساتي سادتي. ها واستوب كمل انت بقى. اتفضلي اسالي. عملت الافتتاحيه بس بتاعتها. طبعا تقولي بقى مساء الخير وتروحي. انا اسالك بقى اول سؤال طبعا. طب يلا اتفضلي قولي. سيداتي انساتي سادتي. معانا في الاستوديو السيده مريم منيب، ودلوقتي هنسالها بعض الاسئله. اتفضلي. قولي لي يا ست مريم. نعم. انت بدات حياتك الفنيه ازاي بقى؟ ايوه يا ستي، بدات حياتي الفنيه ازاي؟ اقول لك ازاي. هو كده. اتصوري بقى انا جرأتي دلوقتي ما تتقدرش. انما اول ما طلعت على المسرح كان عمري 14 سنه، وكنا يعني بساط كده، كنا بنعمل روايه اسمها القضيه نمر 14. وبعدين في لحن احنا بنشتغل من اللي بنلم السجاير اللي مرميه يعني في الارض. لحن. مغنيه يا فندم. كنت بتغني؟ مطربه يا فندم. يعني انت بدات حياتك الفنيه بتغني؟ مطربه يا فندم. مطربه؟ امال ايه؟ دي حاجه جميله جميله. لا دي عايزين نعرفها، دي مهمه جدا. واحد واحد يا زباين. لا دي مفاجاه فعلا. حغني والنبي حغني. اهو كده دي مهمه. بس بقى تمولوا بالي. حاضر. ابتدأنا على المسرح بقول ايه؟ بتقولي كنا بنعمل اللحن بتاع يا اخوانا بردانين يا اهل الشفقه جعانين. بقولها ازاي؟ يا اخوانا بردانين يا اهل الشفقه جعانين، ونروح نايمين ننام نوم عميق. يقوموا يخشوا علينا العساكر الشرطه. ومسح يا وادي يا سلامه سيبنا خلينا نايمين. المهم وبعدين يقول فز يا واد انت، وهو يفزوا كلهم. دي كان اول بقى مسرحيه لك، اول رفع الستاره على جمهور. يعني اول قدامي. حياتك الفنيه تقريبا. اول يوم طلعت فيه على مسرح كويس، قمت بصيت لقيت الجمهور قدامي. يمي عملت كده هوا ورحت نايمه تاني. يقولوا لي قومي. ما قلتش ولا كلمه ابعد عني. قومي ما قومش، تعالي خارجين ما اخرجش، يشدوني ما اخرجش، جرجروني لغايه ما طلعت على الكواليس. وقالوا لي مش كده التمثيل. طبعا كده مش كويس ابدا، لازم تقفي ويانا وتمثلي ويانا. تاني يوم وقفت وياهم فز يا واد انت، وهو رحت فزه وعامله عينيك. طب والجرأة؟ فتحي عينيكي. اقول لهم طيب يمي فتحي عينيكي. اوصل الجمهور يمي. يعني اذا كنت بتخافي من الجمهور قوي جدا. دلوقتي بقى بتخافي من الجمهور؟ يا اختي عليه اخاف؟ ده انا خايفه دلوقتي اهو.